أكد نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسين الشيخ زينيان استيفاء الضرائب من التجار من على أبواب بغداد بدل المنافذ الحدودية هي فوضى اقتصادية. وقال زينين عدم الوضوح في الرؤية في كيفية جباية الضرائب وتفعيلها ووضع خطة حقيقية من شأنها حماية دخل الفرد العراقي وليس الإضرار به في ظل تهديده بالكثير من رسوم الضرائب والقطوعات الأخرى، مبينا أن التاجر عندما يتعرض إلى فرض ضرائب مختلفة من أمانة بغداد سيؤثر ذلك سلبا على المواطن العراقي وليس التاجر.